المهندس في خدمة الوطن هو شعار الجمعية العمومية الأولى للهيئة الموريتانية للمهندسين المدنيين، حيث يقول القائمون على التظاهرة إنها شكلت مطلبا لطالما سعى وراءه المهندس الموريتاني منذ ما يقارب 8 سنوات، سعيا وراء جمع منتسبي الغطاء تحت سقف واحد سبيلا إلى نهضة عمرانية صالحة كما هو الحال في الدول المجاورة. وهذا حدث اجمع جميع المهندسين الموريتانيين تحت سقف واحد وافتتحوا للهيئة اللي لا يتعود نواة إن شاء الله للمجتمع باش تساهم نهضة عمرانية صالحة، وهو طبعا موجود في جاراتنا كاملين الهيئة. نحن للأسف تأخر لين المرحلة، ولكن بعد الحمد لله راهي خلقت ولا تبدأ تفتح أحضانها للمهندسين كاملين. ضمانا لحقوق المهندسين المدنيين وترسيخا لدورهم وأهميتهم في المجتمع، وتجنبا لحرمانهم من المشاركة في البرامج والمشاريع المحلية، أقيمت هذه الجمعية العمومية التي تعتبر الأولى من نوعها في موريتانيا. الأهداف الأساسية على المهندس المدني على أنه يعود ما هو محروم من أي، يعود المهندس المدني عنده الحق فعلا أنه يشارك في البروجيهات كاملين اللي معدل الدولة، وعلى أنه اللي جميع المشاريع يعود مشارك فيهم المهندسين المدنيين وعنده حقوقه محفوظة ولا يقدر يقاش وخريق العامل. وتسعى الجمعية بالتصويت على مكتب تنفيذي سيقود الهيئة التي ينتظر مؤسسوها أن تسهم في تنظيم قطاع يعاني بحسب مراقبين من انتشار الفوضوية بسبب الدخلاء على المهنة.